كاب اف ام الكلمة ليك. وحسب رأيك هل أنه باعتبار أنه تم إيقاف أحد العناصر الأمنية اللي كان ظالعا في تسريبات متاع أشخاص وأموال يمكن أسلحة عبر مطار قرطاج ما نعرفوش بالضبط هذا يكشف عنه البحث ولا هل أنه حسب رأيك القضاء الآن سيتعهد بتحقيقات حقيقية وناجزة في الاختراق المنظومة الأمنية وارتباطها بمنظومة الهاب؟ المؤشرات إلى حد الآن هي مؤشرات إيجابية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحمي هذا الشاهد الدرة أو هذا المتورط الدرة، لأنه إلا قدر الله لو أنه يتم اغتياله فإن كل الحقائق تضيع معه. يعني ثم خوف من إمكانية اغتياله؟ عندكم هواجس هكا؟ أنا شخصيا عندي هواجس من هذا، لابد من حماية هذا الرجل. يعني أنت العبدولي نعرفك إنسان عقلاني وما تقولش الأشياء هكا جزافا، يعني عندك معلومات أو تخمينات أو تخوفات يعني ريزوني من أنه يتم اغتيال هذا الشخص؟ خلينا نعطيك سفيان، حينما يقتل الشاهد أو يقتل الطرف الرئيس فإن الحقيقة تموت معه، ونحن الآن أمام وضع واضح يجب أن نحمي هذا الطرف وأن نأخذ منه كل المعلومات وأن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها التاريخية. لا يمكن لهذا الشخص الذي هو على كل حال خيط ناظم لجملة من الأشياء، وهذا ما كانت تقوله المعارضة، هذا ما كانت تقوله الجبهة الشعبية في خصوص اغتيال المرحوم البراهمي وشكري بالعيد، أن الأطراف الضالعة هي أطراف من الأمن الموازي وهي أطراف كذلك مرتبطة بأطراف سياسية. نحن الآن يجب أن نقدم كل الحقائق بصرف النظر فيما بعد عن العقوبة. أنا دائما لست مع مبدأ الزجر والعقاب وإنما مع المحاسبة ثم المصالحة. الآن يجب أن نعرف الأشياء كما وقعت وألا نترك الأمر ليردمه التاريخ. ولكن الأهواء السياسية اليوم ستهم العبدولي هي اللي يمكن تحول دون الحقائق، وما يسمى بالتوافق بروبابلومون ولا الوفاق الوطني اليوم قد يحول دون حقائق عديدة، مش الحقيقة هذه بركة بتاع اغتيال الشهيدين، حقائق عدة كما الرش وكما غيرها من الحقائق. هو أخطر شيء في كل الديمقراطيات ما يسمى الديمقراطية التوافقية، لأن الديمقراطية التوافقية يمكن أن يتم فيها التوافق على استبداد معين، ولذلك أنا لا أؤمن بهذا التوافق إلا في شكله الاجتماعي كما هو حال الرباعي الراعي للحوار، لكن في مستوى العدالة في مستوى المرفق العدلي والمستوى الأمني لا يمكن أن نتحدث عن توافق إطلاقا. التوافق يكون في مستوى الاختيارات الكبرى ولكن ليس في مثل هذه المسائل الأمنية. لندع المسائل الأمنية والقضائية للأمن والقضاء ولنتوافق في مستوى القرارات السياسية الجوهرية الكبرى أو التوجهات العامة للبلاد. كاب اف ام الكلمة ليك.